سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. فرحانه اليوم اللي راني رجعت لكم باول حلقه من سلسله جديده. من اول حلقه سلسله غادي نديرها لكم على الحمل، على الامومه، على الرضاعه، تحضيرات استقبال البيبي الجديد. غادي تشاركوني ان شاء الله كاع هاد التفاصيل. اليوم راح نجاوب على الاسئله. اول حلقه راح تكون اجابه على الاسئله اللي تكررت في التعليقات على الانستغرام. كاين بزاف البنات اللي راح يولوا امهات عن قريب ان شاء الله، واللي يطرحوا لنفسهم بزاف الاسئله، وممكن هاد الاسئله تولد عندهم ضغط وستريس، لاني عشت نفس الستريس والتوتر في حملي الاول. ولكن الحمد لله مع الحمل الثاني نحس روحي مرتاحه اكثر، لاني خلاص عندي تجربه ونعرف الاجابه على الكثير من هاد الاسئله. صراحة كنت نستنى فقط انه بنتي تكبر شوية، تولي تعتمد على نفسها، تولي تهدر، تولي تمشي كي تبغي تطلب حاجة، يعني تعرف تسقسيني عليها وكاع. وكذلك انتظرت انها تكون تمشي للمدرسة لانه يعطيني وقت اكثر، ونحس روحي مرتاحة اكثر كي تكون هي في المدرسة، يعني يوم طويل ونقدر نهتم فيه بطفل تاني. واخترنا هذه الفترة انا والزوج تاعي لانه بدلنا البيت، وسعنا بيت اكبر مع غرفة زيادة اللي نجمو نستقبلوا فيها بيبي جديد الى اخره. فاخترنا هذه الفترة والحمد لله ربي عطانا واش تمنينا. ما نقدرش نقول لكم كل ام واش تفضل. كاين الام اللي تفضل يكون فارق السن قليل جدا، سنه فقط بين الطفل الاول والطفل الثاني، باش هكا يكبروا مع بعض وتتهنى من تربيتهم بالخف. وكاين اللي تفضل يكون كاين فرق في السن بين الطفل الاول والطفل الثاني. كما انا شخصيا، مع اني معجبه بالامهات اللي يديروا يعني واحد على واحد كما نقولوا، معجبة بهم بزاف وبالكوراج تاعهم، يعني بالشجاعة تاعهم. انا صراحة من ما عندي حتى واحد هنا يعاوني ومعتمدة فقط على نفسي، ما عنديش زعما وين نخلي بنتي ولا، ففضلت انه يكون فرق سن من سنتين الى 4 سنوات. انا بالنسبة لي هذا هو الفارق العمر الاحسن الافضل، يعني حتى انه الطفل الاول يكون شبع شوية من الدلال مع الوالدين تاعه، عاد باش يجي الطفل الثاني يدي له بلاصته كيما نقولوا. اكيد 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 كاين فرق كبير بين حملي الاول وحملي الثاني فيما يخص مش فقط الاعراض، ولكن توتر تاع الحمل الاول مش كيما الحمل الثاني. الحمل الثاني هذا حاسه نفسي مرتاحة سواء جسديا او نفسيا، مانيش متعبة، يعني حتى اذا كان فيه جانب سلبي من الحمل. اكيد عندنا واحد الاعراض اللي تتعب المرأة جسديا وفكريا، ولكن مرانيش نخمم فيها كما خممت فيها في، ما ركزش عليها كما ركزت عليها في حملي الاول. حملي الاول يعني اول مرة تحسوا بعض الاعراض وتكون متعبة وتخمو فيها بزاف، مثل سواء كاين مرة تحس باكتئاب او التعب، او مثلا القيء المتكرر، او يعني كاين بزاف الاعراض اللي تتعبكم في حملكم الاول، ولكن في الحمل الثاني راح تاخذوا كما نقولوا احنا توالفوا تتعودوا، ويعني ما تبقوش تطرحوا نفوسكم بزاف الاسئله، خاصه الاسئله تاع ستريس تاع من يجي البيبي، كيفاش تتعاملوا معاه الى اخره. تكون عندكم تجربه من قبل فالحمل الثاني ما تحسوش، يعني ما انا صراحه ما ركزتش بزاف على الاعراض ولا على واش راه يستنى فيا الى اخره. راني عايشه الحمل تاعي الثاني هذا بكل راحه الحمد لله، احسن بكثير من الحمل الاول. ونحاول بقدر الامكان مثلا كما هذوك التطبيقات على التليفون اللي تتابعوا فيهم الحمل ويوميا يبعث لكم رسائل الى اخره، انا هذه التطبيقات ما حملتهاش في هذه الفتره من الحمل تاعي الثاني، لانه نحسها تخلق ستريس، يعني تبقوا فقط متابعين تطور مراحل تطور الجنين واش راه صاري في الجسم تاعكم الى اخره، بدل ما تعيشوا حملكم بكل راحه. فما ننصحكمش تحطوا هذه التطبيقات، فقط تابعوا المواعيد تاعكم عند الدكتور، اذا كانت مشكله احكوها للدكتور تاعكم، اذا كنتم مرتاحين فما كان تخلقوا لنفوسكم
اعراض اللي تزيد تمرضكم اكثر. الحمل يعني هو تغيير جسم تاع مرأة بالكامل، فحاولوا تتقبلوا هذه التغييرات بكل راحة. انا صراحة كي نمشي عند الدكتور تاعي هذا الحمل يسألني اذا كان كل شيء مليح، فنقول له كل شيء مليح، يقول ما عندكش اعراض، نقول عندي اعراض ولكن يعني اعراض عادية بالنسبة لكل امرأة حامل، فقط كاين اختلافات نسبية في عند المرأة والثانية، ولكن هذه انا تظهر لي انها اعراض طبيعية ولازم تقبلوها، فقط فترة وتمر وإن شاء الله كل شيء يفوت معكم إن شاء الله بخير. إذا طلبتوا مني أني نحكي لكم على تطور الحمل تاعي شهر لشهر، ما نقدرش نقول لكم بالشهر، ولكن ممكن نجز أهل الثلاثة تاع لي تريماستر، يعني ثلاث ثلاثيات. الثلاثي الأول فيه شوية ستريس، فيه شوية خوف، لأنكم ما كنتمش متأكدين إذا الجنين يعني تشبت في الرحم، تكونوا شويه خايفين، خاصه اذا عندكم شغل بزاف في البيت. انا الثلاثي الاول كان متعب شويه بالنسبه ليا، لان اكيد عند كل مرأة حامل الثلاثي الاول هو المتعب، تحسوا الجسم تاعكم تعبان، باغي تناموا اكثر، الاكل ما تولوش تاكلوا بنفس الطريقه، يعني النوم تاعكم، يعني كل شيء يتغير فيكم، وهذيك الهرمونات تاثر عليكم، حتى الجسم يتعب، البشرة تتعب، تجيكم هالات سوداء، يعني تحسوا روحكم منهكين، لأنه هذا الشيء طبيعي جدا. الجسم راه في مرحلة تاع تغيير كبيرة جدا، فالصبر، وحاولوا ما تجهدوش نفسكم بزاف جسديا. أنا طحت لي يعني مع الثلاثي الأول، جاني مع الانتقال إلى البيت الجديد وحسيت روحي شوية منهكة، زيرت على روحي في شغل البيت الى اخره، ما عنديش الغالب، ما كانش عندي ما عنديش حل اخر، ولكن الحمد لله ربي استر وكتب لي يعني كل ما فيه الخير. الثلاثي الثاني هو اريح ثلاثي بالنسبه لي، يعني تحسوا روحكم مرتاحين. انا شخصيا نقوم بالاعمال تاعي عادي، نسافر عادي، كاين بعض الاحيان حتى اني كنت ننسى باني حامل. الثلاثي الثالث الجسم يطرا عليه تغيير من ناحيه الوزن، يعني تاخذوا وزن اكثر، تحسوا روحكم ثقال اكثر، خاصه اذا كنتم من الناس اللي تبغي تبوجي بزاف، تمشي بزاف. وعندي ايضا مشاكل في النوم، يعني ما كانش اي بوزيشن تبغوا تاخذوها باش تناموا عليها، ولا حتى اذا خديتوا وساده سبيسيال تاع 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 حمل، فما كانش حاجه اللي تساعدكم، فقط الصبر الصبر الصبر. الثلاثي الاخير تحسوا بتقل، وتحسوا بالم في الظهر، تحسوا باعراض كما الحروق تاع المعده، لانه البيبي يضغط على المعده، يضغط على الرئه، التنفس، صعوبه في التنفس، يعني ما تقدروش تجرو، ما تقدروش تناموا على الظهر تاعكم الى اخره. فكل هذه هي اللي تصعب لكم شويه الثلاثي الثالث، مع العلم انه لازم تنسوا، تحاولوا تشغلوا رواحكم باشياء اخرى، قولوا لنفسكم بلي هذه فقط مرحله وفايته، وحاولوا ترتاحوا اكثر 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 في هذا الثلاثي، لانكم بحاجه للكثير من الطاقه من اجل الولاده. كاين واحد السؤال سالتوهني بزاف، علاش اختاريتي ما تحكيش قبل الشهر الرابع، ما حكيتيش على الحمل تاعك؟ هل هي من جانب العين او يعني ابدا؟ البنات احنا فقط الامهات نعيشوا واحد ستريس، يعني من تعرفي بنفسك باللي حامل تعيشي واحد ستريس في الثلاثي الاول، تبغي كما قلت لكم تتاكدي، مع العلم انه كل شيء في يد الله وما نقدروا نتاكدوا من حتى حاجه، ولكن تبغي تطمني باللي الحمد لله البيبي بصحه جيده، الجنين في صحه جيده، وانت في صحه جيده، فتنتظري حتى تعملي التحاليل. عادة النساء الحوامل ينتظروا حتى يعملوا التحاليل، والدكتور يأكد لهم إن شاء الله، يطمنهم باللي كل شيء على خير. عاد من بعد نفضلوا نشاركوا هذا الخبر السعيد مع العائلة ومع الأقارب والأصدقاء إلى آخره، باش ما نحمسوهمش زيادة عن اللزوم، لا قدر الله إذا وقع شي حاجة مشي مليحة، فما كان له نحمسوهم كما قالك في الباطل.
بالنسبة للأكل، هل أتبع ريجيم؟ صراحة ما نتابع حتى ريجيم. أنا واحدة من الناس اللي ناكل من كل شيء. أكيد في طفولتي الأول عفت شوية، يعني نفسي ما وليتش نبغي اللحوم. أنا أصلا ما نبغيش اللحم بزاف، ولكن مع الحمل ما وليتش نستحمل رائحة اللحم وهادو. لكن نطبخه أكيد، ونحاول نفرسي على روحي باش ناكله. كنت خديت عاونت نفسي بحبوب تاع الفيغ تاع الحديد، ولكن بعد طفولتي الاول الطبيب طلب مني انني نوقفها لانها خلقت لي حروق تاع معده. لحسن الحظ في هذا الحمل الثاني تاعي تجنبت كل، يعني النفس تاعي ما ولتش مفتوحه لكل ما هو بيتزا او امبرغر، او يعني هذاك الاكل الغير الصحي. ما ولتش شيبس مثلا، او كل ما هو مالح بزاف. حتى هذوك العصير اللي تشوفهم الجاهز، هذاك اللي تشوفهم من المحلات، النفس تاعي ما ولتش ترتاح لهم، ما ولتش خلاص ناكلهم. فقط ولت نشرب الماء بزاف، نشرب كل ما هو ماء او عصير نحضره بنفسي في البيت. والنفس تاعي انفتحت اكثر للفواكه وال لي برودوي لي المواد المصنوعه من الحليب مثل الاجبان الى اخره. فهذه نفس تاعي انفتحت لها اكثر وكليت منها اكثر. حاول ناكل بزاف كل ما هو زيت زيتون، عسل طبيعي، التين الجاف او التمر الى اخره. نتجنب كل ما هو التوابل الحار الى اخره، لانه يخلق لي في هذا الثلاثي الاخير يخلق لي حروق في المعده. ولكن بصفة عامة يعني ناكل من كل شيء، ما عنديش ريجيم نتابعه او كمية محدودة تاع اكل ولازم نعس روحي وكيفاش ناكل الى اخره. لا، من جوع نمشي ناكل، ما فيها حتى مشكل. بعد الولادة ان شاء الله راح نحاول نسترجعوا الوزن الطبيعي نتاعي. وكاين حاجة واحدة، اذا كنتو ما كنتمش مطعمين، يعني ما كنتوش دايرين فاكسا تاع التوكسوبلازموز، فمن الاحسن انكم تتجنبوا كل ما هو غير مطبوخ مثل البيض النيء او اللحم النيء او الخضر الغير نظيفة او الفواكه الغير نظيفة. تجنبوها لانها ممكن دير خطر على الجنين. مثلا كما ديسير تيراميسو مثلا، مانيش نحضره، ما نقدرش ناكله لانه مصنوع بالبيض النيء، يعني ما نطبخوهش. فمن الافضل نتجنبه، ما ناكلهش في هذه الفتره. او السمك النيء مثلا مثل السوشي، ما ناكلهش ابدا في فتره الحمل تاعي. اكيد اكيد البنات اللي سالوني هذا السؤال، نبغي نطمنكم باللي مهما كنتوا انسانه مسالمه وكالم، راح يجوكم واحد الفترات تاع عصبيه زائده عن اللزوم، وهذا الشيء طبيعي جدا لانه الهرمونات تلعب دور في توتر وعصبيه المراه في هذه الفتره. مش ناويه ندير لكم الكبوك لنساء الحوامل، يعني انا مانيش من الناس اللي نشري ملابس جديده في فتره الحمل من غير زوج سراويل تاع جينز اللي خاصين بالنساء الحوامل، او حاجه عريضه هكا اللي نحس روحي فيها مرتاحه فقط لا غير. نحاول ناخذ ملابس تاعي الاكثر اللي نحس روحي فيها اكثر مرتاحه هي اللي نلبسها في فتره الحمل، ولكن ما نجددش الملابس تاعي في فتره الحمل ابدا. ما نشوفش باللي هذا الشيء الزامي، يعني فقط انا بالنسبه لي هذه فقط مضيعه تاع فلوس لا غير، لانها يعني فتره وراح تمر، وان شاء الله بعد الحمل تاعي راح نعاود نرجع لطبيعتي. مع انا انسانه اللي نبوجي بزاف، فاكيد اكيد ان شاء الله راح نفقد وزن بعد الحمل تاعي، ونعاود نرجع للملابس تاعي. كما قال لك الخير راه كاين. سؤال تكرر بزاف بالنسبه للسفر، لانكم شفتوني اني سافرت في الفتره الاخيره سواء بالطائره او بالسياره شحال من مره وانا حامل. اكيد في ما ننصحكمش مع اني درتها، يعني سافرت وسقت السياره لمسافات طويله في ثلاثي الاول، ولكن ما ننصحكمش به. ثلاثي الاول يعني لازم توخي الحذر. في الثلاثي الثاني ممكن تسافروا كما تبغوا حتى الشهر السابع، ومن بعد اكيد الدكتور ما راحش ينصحكم من فوق الشهر السابع بالسفر، وحتى
شركات الطيران ما يقبلوش المرأة الحامل اللي فوق 35 أسبوع إذا راني متذكرة. فمن الأفضل أنكم تتجنبوا السفر في الثلاثي الأول وفي الثلاثي الثالث، وتسافروا أكثر في الثلاثي الثاني. أكيد حكيت لبنتي بأنها راح يجينا بيبي للبيت، وراح تكون هي الأخت الكبيرة، وهي اللي نحاول نحضرها نفسيا. في البداية في الأشهر الأولى ما قبلتش الفكرة، يعني كي نقولها بيبي راه جاي عندنا البيت يعني تقولي لا، ولا نقولها هذه ندخلوها البيبي، ولا هذه غرفة البيبي تقولي لا هذه السيرين. ومن بعد بديت نحاول نحببها بهذه الفكره، اني نقولها مثلا راح تكون هي الاخت الكبيره، هي اللي راح تعاوني باش نعتنوا به، هي اللي راح تعاوني ان نديروا الدوش تاع البيبي، نلبسوا له الملابس تاعه الى اخره. ف حبت الفكره وراها متحمسه، راها بفارغ الصبر تنتظر. اكيد اكيد ما راحش يكونوا سمن على عسل، اكيد راح يكون فيه غيرة في البداية، ولكن متأكدة إن شاء الله باللي راح تتقبل الفكرة مع الوقت، وراح تبغيه بالك أكثر من أي شيء في هذه الدنيا. السؤال الأخير اللي حكيته اللي طرحته لي واللي غنجاوب عليه في هذه الحلقة هو فيما يخص البيبي شاور. اللي ما يعرفش واش هو البيبي شاور، البيبي شاور هو حفلة تقام على شرف البيبي قبل قدومه. اسكو انا مع هذه الفكره او ضد هذه الفكره؟ اسكو انا ندير بيبي شاور ولا ما نديرش؟ صراحه انا مع هذه الفكره ولكن ما نديرهاش. دوك نحكي لكم علاش. انا من جهه انه الام تستقبل الناس عندها في البيت وتعمل حفله ويجوها الهدايا قبل، هذا هو الشيء الايجابي، لان بعد الولاده شيء صعب جدا انكم تستقبلوا الناس مع التعب، مع النوم اللي ما تناموش بزاف، مع تعب الولاده، مع يعني تكونوا مجهدين وتضطروا انكم تستقبلوا ناس باش ديروا حفله عندكم في البيت، يعني وخاصه اذا ما عندكمش اللي يساعدكم وما عندكمش اللي يحضر معاكم. فانا نظن ان فكره البيبي الشاور فكره جيده. وكذلك بالنسبه للهدايا، يعني اذا كانوا اهل واقارب واصدقاء بغاو يجيبوا لكم هدايا، من الاحسن انها توصلكم قبل لانكم بحاجتها. فقط يعني في الدقيقه اللي تولدوا فيها ممكن تحتاجوا فيها بعض الاغراض. فانا تعجبني فكره البيبي شاور، لكن ما نقدرش نديرها لاني نحس وكانه سبقت الاحداث. يعني من الاحسن انه حتى يجي البيبي عاد نفرحوا به. انا هكذا يعني من هذه الجهه فقط ما نقدرش ندير بيبي شاور، لاني ما تربيتش عليه، ماش من يعني ماش من عادتي او من ثقافتي. بيبي شاور تبقى ثقافه غربيه، وحنايا صراحه ان احنا هنا نديروا القصعه، نديروا البركوكس وبالتعمير والمراه النافسه، وكذلك نديرو العقيقه كما درتها ان شاء الله، كما درتها لبنتي سيرين، ان شاء الله نعاود نديرها على حسب يعني السنه تاعنا ان شاء الله، على حسب السنه كما درت لبنتي سيرين العقيقه تاعها هنا في بلجيكا اسبوع بعد ولادتها، نعاود ان شاء الله نديرها هنايا. بالنسبه للبيبي صح اكيد اكيد الظروف هنايا ما تساعدش، ظروف صعبه جدا، مشكل في ان نوجدوا شكون يبيع لك الخروف، شكون يذبح لك الخروف، وين تذبحه الى اخره، لانه خاصه اني غيرت المدينه ومذبحها حلال ما كانش، يعني مشكل. ولكن راح نحاول نتصلوا بالمسجد الى اخره ونلقوا حل. اكيد اكيد راح يكون فيه حل، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي بنات اللي نعرفهم هنا في الخارج ما يقدروش، يطلبوا من اهلهم في البلاد يديروا لهم، ولا يمشوا البلاد يديروا الى اخره، ولكن هذه هي الدنيا. كان اخر سؤال بالنسبه لهذه الحلقه. الحلقه المقبله ان شاء الله راح نحكي لكم على جنس البيبي، واش هو ولد او بنت، لان انا مخليتها لكم مفاجاه، وراح تكتشفوا معايا المشتريات تاع البيبي. خاصه اني ما راحش نشري كل شيء، كاين اشياء عندي من قبل. واش هما الاشياء الضروريه، واش هي الاشياء التي لا تلزم، بما انها عندي تجربه من قبل، وما ننسى الاشياء اللي ننصحكم بها ما ننصحكمش بها الى اخره. كل هذا راح ندير لكم قائمه مشتريات البيبي الجديد. ان شاء الله ربي قدرني ونقدر نصور لكم الحلقه المقبله اللي فيها كاع التحضيرات والقائمه الى اخره بكل التفاصيل.
اذا عندكم اسئله اخرى ما تنسوش تحطوها لي اسفل هذا الفيديو. ان شاء الله يا ربي الامهات ربي يعطيكم الصبر ويعطيكم الطاقه والقوه اللي راهم يستنوا في بيبي. ربي ان شاء الله يسهل لكم يجيب لكم ساعه سهله وتفرحوا بولادكم وبناتكم. والنساء اللي متمنيين يعيشوا هذه الفرصه، يعيشوا هذا الحلم تاع الامومه، ان شاء الله ربي ما يحرمكمش ويكتب لكم كل ما فيه الخير لكم ولازواجكم. واش نقول لكم، ربي يرزقكم بالذريه الصالحه. نسلم عليكم بزاف وان شاء الله نشوفكم في الفيديو المقبل. الى اللقاء.